دكتور علي، الوضعية ترى مو مثل ما احنا متخيليها. يعني انا صراحة طبيت بقلق وتوتر نفسي من سمعت هذا الموضوع. يا جماعة الخير، شنو اللي يصير؟ زين، ليش السوداني دا يرفض بالبداية ويقول هذا ظلم للعراق وهذا كذا وهذا كذا؟ شو من صار رئيس وزراء هو راح افتتح المشروع بنفسه؟ صح احنا العراقيين البعض من عندنا يمتلك ذاكرة السمكة، ولكن الهم زين اكو شيء مصور وموثق وموجود على السوشيال ميديا وموجود على التلفزيونات او على اليوتيوب. شنو رايك انت بهذا الاتفاقي او هذا المشروع؟ مبدئياً لناخذ الامور بشكل مختلف، يعني اخذها بشكل علمي حقيقي مدروس على الارض. اولا هذا المشروع هو يسمى مشروع استراتيجي، اي بمعنى انه مو مشروع وقفي ياتي لمده ساعه او يوم او شهر وينتهي العمل فيه. بمعنى من 5 إلى 25 سنة مستقبلية، هذا حجم الاستثماري أو الشروع بالعمل مالي. إذا كان حقا لقضية الزوار، نعم احنا متفقين على أنه الزوار، أكبر هذه نقطة حساسة صعب نتحدث فيها اليوم. خلينا نتفق على أنه الزوار، إذا كان الزوار فيجب أن تكون هي One Railway، يعني نقطة خط سككي واحد، يعني خط سكة واحد بمقدار محوري لكل فالكون 15 طن، مو 25 طن. الاتفاقية ما بين العراق وإيران تحدد مستوى 25 طن. 25 طن بمعنى أنه مستوى حمولة، هم تحدد مستوى خط نقل واحد، أي بمعنى أنه خط تعددي، أي بمعنى أنه هذا الخط يأتي على سقف زمني لنقل البضائع. نقل البضائع والتبادلات تأتي إلى أول هذا سيروج، راح نرجع بعد اسا بالتفصيل ما بين النقل البضائع والنقل البشري. سيروج نقل كميات كبيرة من البضائع الإيرانية إلى داخل العراق، وبهذا سيأتي على أسعار مخفضة تضر الصناعة العراقية اللي هي مفقودة. اثنين، إيران تحتوي على موانئ كاملة معدة وجاهزة، يمكن أن تأتي بمشروع طريق الحرير ومشروع طريق النقل التجاري ما بين شرق آسيا وغرب آسيا بسهولة من خلال هذا النقل السككي وربطه مع العراق، وبهذا راح يضعف عندنا ميناء الفاو بدل من 91 رصيف يتحول إلى 11 أو 12 أو 14 رصيف. هذا النقل راح السككي راح يضرب عندنا نقل الشاحنات البرية، على اعتبار أنه هذا النقل مكلف مجزئ، هنا راح يعود بنسبة كبيرة من البطالة في داخل البلد، لأنه هذه النقل مالتها أكبر.